السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل، أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الجمعة 17 أبريل 2020، والساعة 10:09 بتوقيت الجزائر. أزل في اللون إخواني. لتذكروا هذا اليوم قبل 5 سنوات كان جرت ما يسمى بالانتخابات الرئاسية. جرت انتخابات رئاسية وجابوا لنا شخص كان قضى 15 سنة في الحكم، ومع أنه أصيب بأمراض متعددة خاصة بصدمة دماغية في 27 أبريل 2013، صدمة دماغية أسكتته لمدة 88 يوم تماما. كان في مستشفى عسكري فرنسي ما بين المستشفى فالدغراس وما بين الإقامة التي لا تفتح كما يقول حتى الموقع متاعها ليزانفاليد إلا للذين قدموا خدمات كبرى للدولة الفرنسية، هكذا مكتوب في الويب سايت. يستطيع الناس أن يدخلوا إلى الويب سايت متاع ليزانفاليد، أي الإقامة البالغة الرفاهية واللي تكون عادة تقاعد مرضي أو نقاهة مرضية للذين قدموا خدمات استثنائية لفرنسا. بعض كبار المسؤولين الفرنسيين لم يدخلوها لأنهم لا يعتبرون من الذين قدموا خدمات كبرى لفرنسا. دخلها يومها بوتفليقة وظل هناك، وفي حين كان هو في حالة مرضية بائسة وتحت رعاية المخابرات الفرنسية ومشرط الأطباء الفرنسيين، كان حتى ما يسمى برئيس الحكومة يومها سلال ومسؤولين آخرين وعلى رأسهم قائد الجيش زاروه هناك، وهناك صور معروفة لذلك. كانت واحدة من أكبر الإهانات في الوقت اللي يتهموا فيه الأحرار بأنهم أيادي خارجية وأنهم كذا وما زالوا يتهمون. كان رئيس الدولة، رئيس الجمهورية، القائد العام للجيش، وزير الدفاع، رئيس مجلس الوزراء، القاضي الأول في البلاد وصلاحيات أخرى كثيرة كان عند الفرنسيين، مش فقط في مستشفى عند المدني عند الفرنسيين وإنما في مستشفى عسكري. ولما أصيب كان ممكن يذهبوا به إلى، كان المفروض يعالج في البلد كما يعالج كثير من رؤساء الدول اللي يحترموا بلدانهم، ولكنه ما صرفش على مستشفى يستطيع أن يعالج فيه هو ومن معه، فذهب للخارج. وحينما ذهب للخارج ذهب عند من؟ عند دولة الاستعمار، عن البلد اللي أخرج الجزائر من التاريخ 132 عام، ألغاه. مع ذلك كانت الدعاية ومع ذلك ذهبوا به إلى عهدة رابعة. يومها كثيرين، وكنت واحد منهم، الأحرار الذين كانوا يخرجون على القنوات ويقولون بكل تأكيد هؤلاء فقدوا عقولهم. كيف يذهبون بشخص وهو في حالة مرضية سيئة، وكان توقف عن إدلاب أي خطاب، وكان موجود في كرسي متحرك، كيف يذهبون به إلى عهدة رابعة؟ ذهبوا به إلى عهدة رابعة، وحينما انتهت ال5 سنوات الكارثية كانوا ذاهبين به إلى عهدة خامسة. في 2014 كان قائد الجيش اللي اعترض بشدة على محاولات تطبيق المادة 88 من الدستور يومها. مادة 88 هي المادة 102 فيما بعد في الدستور لما عدلوه. طبعا بوتفليقة كان مازال يعدل، زاد عدل الدستور في 2016، عبث بالدستور كما يشاء. إذا في لما تنادت بعض الأصوات، بعضها صادق وبعضها بإعاز أو مهماز على قول أحدهم من طرف توفيق، لما تنادت الأصوات في نهاية ماي 2013 بداية جوان 2013، تنادت الأصوات باش يطبقوا المادة 88 لأن الرئيس مريض ومريض جدا، وكان بقى يومها أكثر من شهر في المستشفى.
خرج قايد صالح يوم 11 جوان، إذا كان ذاكرتي جيدة 11 أو 12، في الجرائد نقلت عنه وفي مجلة الجيش بأن الجيش مع الرئيس، وأنه وفي للرئيس، وأن ما فيش تطبيق للمادة 88 أو غيرها، وقال بأنه سيكمل العهدة تاعو. يومها كانت من كنا مازلنا في العهدة الثالثة. في الحقيقة ليس فقط القايد صالح اللي خرج، وإنما توفيق آنذاك تلقى مكالمة هاتفية، يعني كما يقول مثل دارج عندنا، اسمع فيها وسخ وذنيه. المكالمة الهاتفية جاءت من عند المستشار العسكري للرئيس الفرنسي يومها هولندا، كانت في حدود 30 ماي تقريبا، وقال له أن الرئيس يقول لك أنت ومن معك من جنرالات بأنه لن يسمح المساس بعبد العزيز بوتفليقة، بأن عبد العزيز بوتفليقة سيكمل العهدة الثالثة والرابعة سنرى، وأن عليكم أن تفهموا جيدا بأننا لن نلعب، وأنكم ستدفعون ثمن إذا ما تلاعبتم أو إذا لم تستمعوا إلى هذا الكلام. وقال له حتى أؤكد لك، أي أن هذا المستشار الفرنسي يقول لتوفيق يومها، حتى أؤكد لك أن ما تسمعه مني هو ما الرئيس ما يقوله الرئيس، فإنك ستسمع اليوم في المساء الرئيس سيدلي بندوة صحفية، وحينما سيسأل على الجزائر سيقول بأن بوتفليقة سيكمل العهدة الرابعة، وبعد العهدة الرابعة سيكمل العهدة الثالثة، وبعدها سنرى أو سيرى ماذا سيكون. وبالفعل في 30 ماي أو 31 ماي، يستطيع الناس أن يعودوا أيضا إلى تلك الفترة باش يتأكدوا من هذا الكلام، أدلى هولاند بتصريح لصحفيين فرنسيين، وطبعا طرح له السؤال بالتأكيد متفقين عليه، وقال من أن بوتفليقة سيكمل عهدته الثالثة. نعم موجود عندنا، قال لهم موجود عندنا يعالج ضيف كريم وسيكمل عهدته الثالثة. كان هذا طبعا هو رئيس يجب أن يتكلم بخطاب دبلوماسي في العلن حتى لا يظهر للعالم أجمع أنه هو من الراعي الأول لبوتفليقة، فكانت إشارة لتوفيق باش يسمع مليح. وبالفعل يومها بعدها بأيام سكتوا، وبعدها بأيام أيضا القايد صالح عمل كونفيرماسيون بعد ما تأكد من أن الفرنسيين وراء بوتفليقة، فهو أيضا ما كانش حاب يلعب بالخبزة نتاعه. لم يكتفوا بذلك كما قلت، وفي مثل هذا اليوم في 2014 ذهبوا إلى انتخابات، ونتذكر أنه كان ما يلي. خلينا نقدم لكم بعض ما كان يومها. كان ما يلي في قنوات العصابة. كما جرت العادة دائما، رئيس الجمهورية يؤدي واجبه الانتخابي رفقة أفراد عائلته. نشاهد في الصورة، نعم، صور شقيقين ناصر وسعيد وكذا أبنائهما. إمبراطورية البوتفليقة. بعدها بيوم كان هذا السيد عبد العزيز بوتفليقة، هذا كان يوم الجمعة 18 أفريل 2014، على 8 مناير، أكرر 8 مناير، و332,598، أي ما يمثل 81.53%. 81 81% فاصل 53 مع الزغاريت ومع كل القوم
موجودين طبعا للتصفيق. من بين هؤلاء كان تبون بطبيعة الحال، كان تبون، كان كبار الجنرالات، كان كل السفهاء من سلال إلى أويحيى إلى كل المجموعة اللي تعرفوها، وكان الشعب الجزائري خارج التاريخ. هذا الشخص اللي نشوفوه أنه في لحظة يعجز عن دعوة الجزائر لإرسال مرحبنا، أو كيف كانت خطاباته، يشهدوا الظروف التي جرت فيها الانتخابات. بصعوبة شديدة كان يتلفظ بالكلمات. هنا كان مازال لبس عليه، رانا نتكلموا لبس عليه مقارنة بما سيأتي من بعد، وعجز عن إكمال النص الدستوري اللي فيه 90 كلمة، لم يستطع إكمالها. قضية عجزه عن إكمال النص الدستوري كان وحده كفيل بأن يلغي كل العهدة نتاعه، لأن الدستور واضح أنه يجب أن يقرأ بطريقة واضحة النص أو ما يسمى بالقسم الدستوري. سؤال ممكن يجوا مؤرخين والأجيال فيما بعدنا وكثير من الناس يطرحوه، أين كان الناس؟ أين كان الجزائريين؟ أين كان الشعب؟ في الحقيقة كانت هناك تحركات، كانت هناك احتجاجات، كانت الاحتجاجات تصل إلى الآلاف، لكنها كانت في الغالب احتجاجات وظيفية، مهنية، فئوية، في أفضل الحالات نقابية، لأن العصابة استطاعت مع الأيام، التسعينات كان في قتل الجزائري كجسد، من بداية من مجيء بوتفليقة 99 بدأ قتل الجزائري كأخلاق، كعقل، كنفس، وأدى ذلك إلى أن الشعب تفكك، لم يعد هناك مجتمع، شعب وشعب هكذا بدون أدنى شيء يربطه، بل أن الخلافات والنزاعات دخلت الأسر والجيران والإخوة، لأن كل السياسات اللي مشوا فيها هي تفتيت هذا المجتمع، تفتيت هذا الشعب. والحقيقة أن كان فيه كثير من الأحرار أيضا اللي كانوا يندوا بهذا الوضع وبمرارة ومرارة شديدة. هذه هي حبيت نمر عليها اليوم، ليس فقط للتاريخ باش نتذكروه، لأننا ما زلنا في الحقيقة في العهدة الخامسة، ولكن لأنه أن لا يحدث هذا أبدا، أن لا يسمح به الشعب الجزائري أبدا، أن لا يسمح به الجزائريون أبدا. صحيح مش كل الشعب، لأن نعرف مش كل الناس، لكن دائما يجب أن تكون هناك فئة، مجموعة تقول لا وأن لا يتكرر هذا. والحمد لله اليوم أن هذه المجموعة هي الأغلبية في الشعب، هي الحراك. واليوم نتذكر أننا في الجمعة 61، هذه جمعة 61، لولا أن الوباء كنا في هذه اللحظات نرى مع بعض الشعارات ونسمع الأهازيج ونقرأ الكلمات التي تندد بنظام الحكم، وبالتأكيد منها جنرال فوبيل والجزائر تدي الاستقلال، وعلى رأسها الجزائر مدنية مش عسكرية، وهذه جمهورية ماشي كزيرنا. كل هذه الشعارات ستعود وتعود بقوة إذا لم يتعلم تبون ومن معه من الدرس، ويسارع في الأيام أو الأسابيع المتبقية، يسارع إلى اتخاذ إجراءات كلها يجب أن تؤدي في النهاية إلى قيام الدولة المدنية، كلها يجب أن تؤدي في النهاية إلى حكم الشعب، كلها يجب أن تؤدي في النهاية إلى عودة الكبار الجنرالات إلى الثكنات، باش ما يبقاوش في هالتبهدلة اللي راهم دايرينهن على المستوى العالمي. ليس هناك قيادة عسكرية في العالم أجمع اليوم يتواجد جزء منها من جنرالاتها في السجون،
جزء هاربين، جزء خائفين، جزء يلقى عليهم القبض في هذه الأيام، والجزء الآخر لا يعرف ماذا سيكون مصيره. ليس هناك هذا في العالم. لماذا؟ لأن هذه هي الدولة الحنوشة اللي مع الأيام بدأت 62 بانقلاب جزء من مؤسسات الثورة، جيش الحدود، على الحكومة المؤقتة اللي كانت تمثل الثورة وتمثل الشعب الجزائري، وبدأ الانحراف بالأقل بالأقل. وصلنا 92 إلى دولة كبرانة فرنسا، ومنها بدأ الانحراف الأكبر والأعظم. معركة الشعب الجزائري اليوم هي استرداد الجزائر، استرداد الاستقلال المسلوب، أو على قول فرحات عباس لانديبوندونس كونفيسكي. هذا تكلم عليه هو، وتكلم على في هذا الكتاب على الستينات والسبعينات، خاصة الستينات. ماذا لو عاش وشاف ما حدث في التسعينات، وشاف بعدها 20 سنة انتهى حكم بوتفليقة؟ هذه هي معركتنا اليوم، هذه معركة أحرار البلاد، رجالا ونساء، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. كل من يحب هذه البلاد ويحب شعبها ويعرف التضحيات التي دفعت فيها وهي بالملايين عبر الزمن، يعرف أن هذه المعركة اليوم هي معركة دولة العدل والحق والقانون، دولة مدنية مش عسكرية. باختصار قبل أن ندخل في الموضوع الثاني، حدثوا شوية على الوباء. فالأخبار اليوم تقول أن تم تسجيل 150 حالة إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2418، وتسجيل 16 حالة وفاة، مما يفعل إجمالي إلى 364. طبعا هذه الإحصائيات ليست صحيحة. شفنا أن في اعتراف أمس من وزير ما يسمى وزير الصحة، وقال أن الأرقام اللي عندنا مش دقيقة، لكن يعني بالتقريب. هذه حتى مش بالتقريب، هذه ليست صحيحة وبعيدة جدا عن الحقيقة وعن الواقع. لكن نحن ننقلها لأننا الشعب سيحاسبهم، وسنحاسبهم يوما لا قدر الله إذا ساءت الأوضاع على هذا الكذب المعلن. على المستوى العالمي، الألمان اليوم قالوا أنهم سيطروا على الوضع. وحينما يقول الألمان أنهم سيطروا على الوضع، فإنهم لا ينطقون من فراغ، وإنما بالفعل بوقائع، أرقام، أدلة، في مجتمع حر الجميع فيه يراقب الجميع، في مجتمع حر الصحافة والقضاء والمجتمع المدني يراقب الحكومة رقابة شديدة وشديدة جدا. فقد أعلنوا، وهي الدولة الثانية في أوروبا أعتقد بعد الدنمارك التي تعلن، عفوا، التي تعلن عن السيطرة على وباء كورونا، في حين أن ألمانيا تقول أنها سيطرت. يتجه الوضع إلى مزيد من السوء في فرنسا وفي بريطانيا. بالنسبة لإيطاليا وإسبانيا، وهما كانوا من الأسوأ، فالوضع يبدو أن هناك بدأ في نوع من الاستقرار. لكن الخوف، كل الخوف اليوم حسب بعض الدراسات وحسب تحذيرات من ما يسمى بالأمم المتحدة، من أن إفريقيا قد تكون كارثة في الأيام والأسابيع القادمة. التقديرات تقول أن في بعض السيناريوهات، سيناريو سيء، أنه قد يموت أكثر من 3,300,000 إفريقي. طبعا في هذا الحسابات الجزائر موجودة، وأحسنها تقول من أن تكون هناك 300,000 وفاة. لأن إفريقيا وهذه البلدان اللي هي تعتبر بيسمى بمعارات من بلدان الشرق الأوسط، مثل مصر، ومثل طبعا مصر موجودة في إفريقيا ولكن تحسب أيضا على الشرق الأوسط، مثل اليمن، السعودية، سوريا، العراق، وهذه كلها، هذه البلدان العربية تتجه إلى أن تكون فيها كوارث بكل أسف وألم. لكن بالنسبة لإفريقيا الآن الأرقام
تقول أنه في أفضل السيناريوهات سيكون هناك 300 ألف قتيل. في أمريكا ترامب داخل في معارك شديدة مع حكام الولايات، فهو بعقلية البزنسمان يريد أن يفتح، وهم بعقلية الخائفين من الانتشار هذا الوباء يريدون أن يستمر هذا الإغلاق إلى أن يتأكدوا من أن الوباء تم محاصرته. خاصة أن الولايات المتحدة هي الأسوأ اليوم في العالم، أوضاع هناك تتجه إلى مزيد حتى مزيد من السوء. في أمر متعلق به وإن كان يتعلق بنا كجزائريين، ولكن متعلق بما حدث أي بالوباء، اليوم تقول الأخبار من أنهم أجروا بعد معاناة شديدة لبعض الجزائريين في تركيا، واللي أمس كنت قدمت لكم فيديو من الناس وين يناموا وشفتوه، اليوم جاءت تعليمات من أنهم يروحوا يسكنوه في فندق. الحمد لله اللي فطنته جيد، يعني بعد أسابيع من معاناتهم وما بيتهم حتى في الشارع، اليوم تكلفت القنصلية بتأجير فندق لهم. وفي أماكن أخرى اليوم قالوا من أنهم أعطوا تعليمات، جراد أعطى تعليمات لوزير الخارجية باش يجيب الجزائريين اللي مازالهم في بلدان خارجية. وهنا السؤال مرة أخرى يطرح عليهم، كنتوا تقولوا لما الناس قالوا لكم لماذا تأتون بالجزائريين من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا لأن هناك وباء رهيب، قلتم أن هذا السبب هو ألا نترك أبنائنا يضيعوا في الخارج. لماذا لحد اليوم عاطين أن يوم 23 أبريل يكون يفيكسي كوم دات ليميت بور ديز انسكريبسيون، عاطين يوم 23 أبريل على أساس أن يكون الحد الأجل الأقصى لتسجيل الجزائر أنفسهم اللي راهم ضايعين في بلدان العالم؟ طيب فيها أنتم عارفين اللي ضايعين في أوكرانيا واللي ضايعين في ماليزيا، طبعا اللي في تركيا، اللي في المغرب أيضا جزء، في تونس جزء، في مصر جزء، حتى في إسبانيا مازال جزء. لماذا ما استمريتوش في أنكم جبتوا كل الجزائريين مادامهم هذو أيضا جزائريين ومتواجدين في بلدان أخرى؟ كل مرة تأكدوا من أن الهدف يومها كان استيراد الفيروس، جيبوا من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا حيث الوباء منتشر بشكل رهيب، وبعد ما استوطن الفيروس الآن في الجزائر راكم تمشوا بالنملة، كي النملة تحوس وراهم جزائريين بلاك يجيبوهم، وفي الغالب كذب. يعني الآن مازال يتكلموا على 23 أبريل. طبعا من بين الأخبار اللي الناس ربما يعني ينتظروا رأيي فيها أو على الأقل ما يجري من كما أعرف وكما أفهم وكما أحلل، صراع الجنرالات، صراع الجنرالات اللي بالفعل راه مخلينا فضيحة أمام العالم. والله كم يؤلمني جدا عندما أتكلم عن هذا الموضوع، يعني في نهاية المطاف لما تكتب الآن الصحافة العالمية مهتمة بالوباء وبالمرض وبالمخاطر اللي ستقع بعد المرض، لكن مع ذلك بعض الجهات مهتمة وتكتب وستكتب أكثر. يؤلمني جدا أنهم في النهاية يتحدثون عن الجزائر، عن بلدي، عن وطني، وكيفاش يتحدثوا عليها؟ هل اخترعنا شيء جديد للبشرية؟ هل حققنا اكتفاء ذاتي في القمح وفي الحليب؟ هل وصلنا بمنظومتنا التعليمية أن تكون فقط مثل الدول المتوسطة؟ منظومتنا الصحية؟ لا أبدا، كل ما هناك هو الصراع الجنرالات. اليوم الأخبار تقول أنه أضيف إلى طبعا لشخم، كنت كلمتكم عليه الجنرال لشخم اللي هو مسؤول ما يعرف بالترانسميسيون، وال نعطيكم التسمية نتاعو كاملة، ومسؤول
نعم، مسؤول ترانسميسيون والحرب السيبرالية كما يسمونها اعتق الى اليوم. الارجح مش اليوم اعتقل، في الحقيقة اعتقل قبل يومين، لكن الناس ربما وصلتها بعض المعلومات اليوم. انا امس كنت تكلمت عليه، اول امس كنت تكلمت عليه ايضا، لكن اللي اضيف اليوم هما جنرالين اثنين من كبار الجنرالات، علي عكرو اللي هو جنرال الدعم والتنظيم، واحد من أقرب المقربين للقايد صالح، وتعرفوه في الصورة. خليني نشوف إذا عندي صورة هنا ممكن أوري للناس اللي ما يعرفوش. إذا كان مساعد رئيس مافيا يبعث لي الصورة نتاع علي عكروم، وانت عمراني عمراني من فضله. إذا علي عكروم مسؤول الإمداد والتنظيم في وزارة الدفاع، وهي واحدة من أهم الوزارات، والأشخم عبد القادر طبعا هذا أيضا كنا تكلمنا عليه، اللي معروف بكمال بن ميلود أو معروف بكمال الكانيش، كل هؤلاء اعتقلوا. علي عكروم يتواجد في هذه اللحظات في عين ناجع بعد استنطاق أولي، أصيب على ما يبدو بصدمة قلبية، وهو متواجد في مستشفى عين ناجة تحت حراسة مشددة. بوعزة وسيني اللي سقط قبل أيام واللي تحدثنا عليه ما زال يخضع للاستنطاق، وعدد كبير من المساعدين تاعه اعتقلوا أيضا، بما فيهم رئيس رملي، هذا رئيس رملي اللي هو مدير المخابرات الخارجية أيضا من اللي تحفظوا عليه. لا ندري إذا كان متهم أم أنه تحفظوا عليه فقط لأنه عنده علاقات قوية ببوعزة وسيني، ما زالت الأمور غير واضحة. هذا الصراع وهذا يؤلم خاصة أننا أولا هناك حرك شعبي، وكان المفروض لو أنهم استمعوا للشعب قبل سنة لما اضطر القايد صالح للإطاحة بتوفيق أبي بوتفليقة وسجن توفيق وطرطاق وسعيد بوتفليقة، لو استمع للشعب وكنا نقول له أنا وغيري من أن المخرج الوحيد هو تطبيق المادة 7 و8 وتسليم الأمر للشعب، لما وجدناش مرة أخرى أنفسنا في دورة أخرى من دورات الصراع، لو موجدناش أنفسنا مرة أخرى في تضييع عام كامل، والآن مع أوضاع عالمية سيئة جدا نتيجة للفيروس، وسيئة أكثر بالنسبة للجزائر نتيجة لموضوع البترول وانهيار أسعاره. البترول اليوم تباع، بترول الأوبيب اللي هو المعدل 17.5 دولار للبرميل، يعني أقل حتى من أمس اللي كان 19.5 أو 19.5. عدم استماع تبون وشنقريحة والجنرالات النافذين اللي راهم الآن إلى الشعب وما طالبوا والإسراع في تطبيقها، مما يؤسس ويمهد لقيام دولة مدنية، قد يجدونهم أنفسهم بعد أسابيع بعد أشهر في مكان بوعزة ولشخم والجنرال عكروم والجنرال بن ميلود وغيره. هؤلاء ها هم الصورة الأولى. هذه الصورة الأولى لعكروم، هذا صاحب المستاش، هذا هو رئيس دائرة الإمداد والتنظيم، واحدة من أهم الدوائر في وزارة الدفاع، وطبعا ملياردير بالدينار مش بالسنتيم، نتيجة للرشاوي الكبرى اللي متورط فيها. لكن مش هم ما اعتقلوش على جر الرشاوي، قضية الرشاوي قصة أخرى وأكبر، اعتقلوه على أساس أنه كان ممكن جدا
كان مقرب من بوعزة وسيني، وكان ممكن جدا أن يتآمر مع بوعزة وسيني على القيام بانقلاب، وعلى الأرجح أنه كان متورط في قضية تعيين ميهوبي بدل تبون في ديسمبر اللي فات اللي سموها الانتخابات الرئاسية. هذا في الصورة عمار عمراني، أحد كان أيضا من أقرب المقربين للقيد صالح، وهو رئيس بوعزة وسيني في الأصل، يعني هو كان مسؤول بوعزة وسيني، لكن مع الأيام انقلبت الصورة، بالرغم أن هذا يرأس ما يعرف بدفاع الجوي، قوات الدفاع الجوي. الجزائر فيها قوات برية، قوات بحرية، قوات جوية، وقوات الدفاع الجوي. وقوات الدفاع الجوي باعتباره رئيس قوة أو رئيس قوات، فهو يعتبر من أكبر ومن أهم الجنرالات في البلاد، وفي الغالب يشارك في اتخاذ القرارات. وإن كان هذا عليه عمار عمراني ضعيف الشخصية، ويعني حشيشة طالبة معيشة إلى حد كبير، مع ذلك تم اعتقاله لأنه يبدو أنه كان متورط بشكل سري في بعض العلاقات مع بوعزة وسيني، وفي الإطاحة بتبون في 12 ديسمبر الماضي. أما هذا فهو عبد القادر الأشخم، كنا تحدثنا عليه أكثر من مرة، أحد أرباب الذباب في الجزائر، وجهز آلاف من الذباب المدني والعسكري لملء الفيسبوك بالفوضى وبالمعلومات الفاسدة ومعلومات المكذوبة والزائفة، وطبعا بنشر أكاذيب وأكاذيب كبرى. كان جزء عبد القادر الأشخم علاقته بوسيني لم تكن جيدة، إنما هنا أيضا ارتباطه بقضايا أخرى وبخصومات أخرى، خاصة مع شنقريحة، وأيضا مع بعض الجنرالات النافذين اللي راهم اليوم نافذين. درك نجاوب على واحد السؤال يطرحوه لي كثير من الناس مرات، وهو كيف استطاعوا إلى غاية ديسمبر الماضي قبل هلاك القايد صالح، كان أكبر جنرال بعد القايد صالح من حيث الأهمية، ليس لا من حيث الوظيفة ولا من حيث الرتبة ولا من حيث الوظيفة، وإنما من حيث النفوذ، كان هو بوعزة وسيني. ولذلك حاول أن يفرض ميهوبي، إضافة إلى أشياء أخرى وتحدثتكم ربما اللي تابعوا معي هنا، أنه متهم بخمس قضايا كبرى، من بينها قضية أنه كان يريد أن يضع ميهوبي بدل تبون. عندما هلك قايد صالح، وبرغم أنه أيضا وقع له معاه خلاف في أيامه الأخيرة، عاد بوعزة وسيني وما زال كان هو الأقوى، هو الأقوى لأنه يمتلك المعلومات، يمتلك الملفات، لأن ما عندناش دولة مدنية، وما عندناش رقابة برلمانية، ما عندناش قضاء مستقل، إعلام مستقل، فالجنرالات كيفاش يتعاملوا؟ يتعاملوا شكون يشد على شكون، مش فقط الجنرالات، حتى المدنيين، حتى الوزراء، حتى الولات، حتى رؤساء الدوائر، في كل المستويات، شكون يشد على شكون، ملف أخلاقي، ملف مالي، أعمال مشبوهة، خيانات إلى آخره، كلها هي اللي تستخدم كأدوات في الصراع. الحمد لله أنا ما خرجوش الدبابات. بوعزة وسيني ما كان ليسقط لولا أنه الجنرالات الآخرين، شنقريحة، بن علي بن علي، بعض جنرالات الرئاسة، رضوان، عبد العزيز هذا مجاهد، وجنرالات الرئاسة اللي قراب من بن علي بن علي أيضا، والثامنية اللي عينوه قائد القوات البرية،
قادة النواحي العسكرية لولا أن هؤلاء جميعا اتفقوا عليه. كي نقول اتفقوا مش شرط يكونوا جلسوا وقالوا لازم نحبوا عزة وسيمي، لا، هما اللي يقوموا بالعمل 4-5 جنرالات وتصرى اتصالات ولقاءات وحديث، واش رايك راهم الجماعة معولين على فلان، واش رايك كيفاش يسمعوه، يعني يحاولوا يشوفوا يستقرئون رأيه. وعز وسيني ما استطاع أن يفعله، ونتيجة أيضا لمستواه العلمي الضعيف ولكن توحشه، هو أن جمع كل هؤلاء الجنرالات ضده. من المخاطر الكبرى اللي أحدثها واللي خلات كثير من الجنرالات اللي كانوا ربما في الوسط أو مش متأكدين أو خايفين، هو لما علموا من أن قرميط بنويرة فر إلى الإمارات ومعاه ملفات خطيرة وخطيرة جدا. هذا موضوع مهم جدا، لأن اليوم أسرار الجيش الجزائري، أحد الأفاضل كتب لي رسالة قبل 3 أيام 4 أيام بالإنجليزية، أنا نقولها له باش يعرف باللي أنا يرد عليه. وهذا ليس هو فقط، كان جيني من ذاك رسائل بهذا الاتجاه، قال لي من فضلك ما تكشفش أسرار الدولة الجزائرية. فتبسمت يعني وأنا أقرأ فيها. في الحقيقة اللي ما يعرفش أسرار الدولة الجزائرية هو فقط الشعب الجزائري. كل دول العالم خاصة الكبرى والمهتمة تستطيع أن تعرف بسهولة، ومنين؟ من عند كبار الجنرالات ومن عند الجنرالات. هل تعتقد أنه حينما يكون شنتوف، حبيب شنتوف، هارب عند فرنسا وكان هو قائد الناحية العسكرية الأولى، أو يكون بالقصير قائد الدرك حتى جويليا الماضي هارب ما بين فرنسا وإسبانيا، أو يكون نزار قائد الانقلاب واحد كبار الجنرالات المجرمين هارب في إسبانيا، هل تعتقد أن هذه الدول إسبانيا وفرنسا والأوروبيين والأمريكيين ما يعرفوش تفاصيل؟ هل تعرف أن اللي يبني في مباني الجيش هي شركات صينية وروسية وفرنسية وتركية وكورية؟ هل تعرف أن اللي بنى مقر وما زال يبني فيه، وإن كان توقف يعني الآن أنهوا الجزء الأكبر منه، مقر المخابرات اللي بالدويرة صرفوا عليها أكثر من مليار دولار، هم أساسا الصينيين والكوريين؟ هل تعرف أن جوجل الآن يرى على حدود متر واحد، والساتيليت إذا كان جوجل هذا اللي مفتوح للعالم تقدر تروح وتشوف أي ثكنة وتشوف أي مبنى وتشوف من في وانت جالس في بيتك من جوجل إيرث، فما بالك بالساتيليت العسكرية نتاع الأمريكان والروس والصين والألمان؟ واللي ما يعرفش الحقيقة هو الشعب الجزائري، لأن لو كان جينا اليوم، أنا اليوم الخامس، اليوم أنا في اليوم الخامس على يكتمل اليوم الرابع، وندخل في اليوم الخامس على إلقاء القبض على أبو عزة وسيم وعلى إخضاعه لاستنطاق رهيب، هل سمعتوا في قنوات ما يسمى بالقنوات في الداخل هذه خاصة أو عامة أي برنامج عن الموضوع؟ هل سمعتوا أي حوار، أي نقاش، هذا أمر مهم وخطير جدا، بل هل سمعتوا أي قرار صادر من وزارة الدفاع أو من رئاسة الجمهورية تقول بإلقاء القبض على أبو عزة وسيني؟ أبدا. كل ما هناك أنهم سمحوا لجرائد مثل الوطن ومن بعدها لسوار دالجيري أن أعلنوا عن الخبر. هذا في حين أن العالم أجمع يعرف،
في حين أن الناس في بلدان أخرى تعرف، في حين أني هين نكلم فيكم وأنا بعيد 2000 كيلومتر عن الجزائر أعرف، الجزائري في الداخل لا يعرف ويراد له أن لا يعرف. لماذا؟ لأنهم يعرفوا أنها أولا إهانة، ثانيا كارثة هذه الصراعات، ثالثا لم يتعودوا أبدا على التعاون مع الشعب الجزائري على أنه راشد، على أنه كبير، أديلت، بالغ. دائما ينظر الشعب الجزائري أنه قاصر، مينور، وهما اللي يعرفوا كل شيء وهما اللي نفذوا كل شيء حتى حينما يتقاتلون أو يتصارعون أو يسجن بعضهم البعض. هاي المشكلة في الدولة العسكرية، أو قل في دولة الحنوشة بعبارة أدق. فلا ناطق باسم تبون، هذا اللي تذكر أنه اسمه محمد والسعيد بالعيد، تذكر بعد حين من الزمن، بعد حين من الدهر، واللي خرج علينا قبل أيام يكذب فيه مواجهتي له بالحقائق وبالتفاصيل بأنه طلع باش قاعد يكذب طول الوقت، وهو اللي جاوز 73 سنة ما خرج وقالنا أين يوجد هؤلاء الجنرالات؟ وأين يوجد بوعزة وسيني؟ وهل هو ما زال تحت الاستنطاق أو في السجن أو في بيته؟ لا، ولا بالحيمر ما يسمى بالناطق باسم الحكومة، ولا أي شيء. سامحوني اليوم عندي جفاف كبير في الحلق، ومع ذلك كنت تقريبا سألغي هذا اللايف، لكن بعد نقاش بيني وبين نفسي قلت خليني نروح وأستعين بالله ثم بالماء باش تخف شوية الجفاف. إذا قلت هذا الوضع اللي رانا نعيشوه هو نتيجة غياب الدولة المدنية. كي نقول دولة مدنية الناس مرات ربما يجي في ذهنه الدولة المدنية هي اللي كان يشوف فيها الأرندي والأفلان ومانيش عارف عمارة بن يونس وعمار غول. لا لا لا، مش هذوم، لا مش هذوم. احنا نتكلم على دولة الشعب الحقيقية. هؤلاء وأمثالهم كثيرين، سواء كانوا أحزاب أو منظمات أو سفراء أو قضاة، أو هؤلاء نتيجة لتغول الدولة العسكرية على المجتمع، دولة الجنرالات على المجتمع، وإلا هؤلاء أصلا ما تشوفهمش. دولة المدنية هي كما تشوف أحزاب حقيقية، منظمات حقيقية، إعلام حقيقي، قضاء حقيقي. إحنا رانا في دولة التزييف، مجتمع مزيف تماما يظهر بينما المجتمع الحقيقي مخنوق. الحمد لله أن جاء 22 فبراير، ثورة 22 فبراير باش تعيد الروح للشعب الجزائري وتعطي الأمل للجزائريين من أنهم يمكنهم إسقاط دولة الحنوشة. كلمني أحد الأفاضل قال لي ربما القاضي اللي أمس أطلق هنا إبراهيم الإعلامي، نحييه من هنا هو وكل إخوانه وكل الأحرار، ربما كان قاضيا فاضلا وربما كان قاضيا حرا، وفقط توافق أن قراره جاء بعد رحيل بوعزة وسيني. قد يكون هذا، قد يكون، لكن لا شك فيه هو أن القضاء بشكل عام والقضاة اللي حكموا على الأحرار وسجنوهم بشكل عام كانوا يتلقون المكالمات الهاتفية لسجن الأحرار، كانوا يتلقوهم لسجن الأحرار ول محاولة، ما كانوا يشوفوا لا قانون ولا هم يحزنون، كانوا باختصار بسيط كيفاش جيهم تليفونات. جابوا لي الأولاد كاس آخر من الماء، شكرا لهم. إذا حتى لو افترضنا، وقد يكون الافتراض صحيح، أن القاضي كان قاضيا فاضلا، كان قاضيا حرا، فنحن إذا كان ذلك صحيح فنحن نحييه
لكن بكل أسف وألم الفكرة الرئيسية هي كالتالي: ليس لدينا قضاء يحكم ضميره بعد القانون، ولا يخاف إلا من الله بعد ذلك. ليس لدينا ذلك. هذه المعركة القائمة اليوم، ولذلك صدر، شفت بيان هكذا على السريع، للأسف ما كفنيش الوقت باش نراجعه، من نادي القضاة يعترض فيه على تمثيل النصف القادم داخل القضاء إلى آخره. والحقيقة نحيي نادي القضاة لأنه مقارنة مع النقابة التي يرأسها أحد كبار الفاسدين، أو قل المفسدين بعبارة دق، بعيد عليه يعني، بعيد عليه. ولذلك من حد الآن نادي القضاة لم يمنح رخصة لكي يكون نقابة معترف بها. يعترفون فقط بالنقابات اللي هي تحت الرونجرز، اللي هي خائفة ومرعوبة، ويستطيعون أن يضعوا عليها، قد يكون فيها بعض النقابين اللي لبس بهم، لكن الرئيس واللي حرك الأشياء يتلقى تليفوناته أيضا. قلت مؤلم أننا نجو نتكلموا الآن بدل ما رانا نتكلموا مثلا على مقترحات كيف يكون هناك عندنا مجتمع علمي متطور، جامعات من أرقى الجامعات، مستشفيات محترمة، ونناقش الشأن العام وننتقد هنا وهناك، نجد أنفسنا مرة أخرى نتحدث عن صراع الجنرالات وعن الفضائح اللي راهي على مستوى عالمي، ومع ذلك يطلع بعض الذباب اللي قدس الجنرالات باش يكذب على الناس ويقول لهم وش فيها، جنرال راح وجنرال جاء. يعني جنرال كان يعتبر روحه رب البلاد، يصبح بين عشية وضحاها لما يجي داخل لعنتر يبصقوا عليه الموظفين الضباط وحتى الحراس، ويتعرض لاستنطاق رهيب ويسجن الآن، وبعده يتم الإطاحة بمجموعة من كبار الجنرالات كانوا حتى قبل يومين أو ثلاثة من أرباب البلاد، عكروم، عمراني، لشخم، ويجي تافه بشي بشي بشي، وكأنه لن تستطيع أن تستغفلوا إلا اللي خلاص ما عندهمش عقل. مرة أخرى أجدد وأقول لتبون مباشرة ومن معه من جنرالات، جاتكم فرصة الآن، بقي أسبوع قبل رمضان، وهي جاتكم فرصة بسقوط وعزة وسيني، وهاكم تسقطون في بقايا القايد صالح، جاتكم فرصة باش تستمعوا للشعب، تعرفون مطالب الشعب. أنا مرة أخرى أجدد فيما يتعلق بي أنا شخصيا أو حتى حركة رشاد، نحن لا نطلب شيء شخصي أو خاص، لا نريد شيء لأشخاصنا ولا نريد شيء لنطلبه منكم، نحن نتكلم عن الشأن العام وعن ضرورة قيام دولة مدنية بكل ما تعنيه الكلمة. هاي أمامكم فرصة، وهذه الفرصة قد لا تتكرر مرة أخرى. كان القايد صالح في هذه الأيام، بالمناسبة اليوم 17 أبريل هو اليوم اللي تم تعيين فيه بوعزة وسيني رئيس المخابرات الداخلية، يعني السنة بالضبط. كان القايد صالح في مثل هذه الأيام، كنت أنا شخصيا دخلت في كثير من الأحاديث والنقاشات والجدالات مع بعض الناس، لما قلت أنه ممكن الشعب الجزائري يعطيهم، حتى إذا كانوا خايفين على أنفسهم، يعطيهم حصانة أن لا يسألوا عن مصائب التسعينات وجرائم التسعينات وخراب التسعينات. واختلف معي بعض الأحرار، واختلف معي بعض الناس، وأنا أعرف أن لديهم أن وجهة نظرهم مش خاطئة، إنما ما بين أن ندخل في انتقامات وفي تصفيات وفي حسابات ويكونوا هما خايفين، وربما ندخلون بعد في عنف وعنف مضاد، من الأحسن أن نتخلى عن الحقيقة، عن العدالة، ليست الحقيقة لأن نبحث عن الحقيقة دائما، نتخلى عن جزء من العدالة أو جزء من العدل من أجل إنقاذ الوطن. إذا كان هناك تعارض
أما إذا لم يكن هناك تعارض فطبعا العدل والعدالة هي من أكبر القيم اللي نؤمن بها وندافع عليها. لكن باش ما يخافوش كان هذاك الطرح قبل سنة، وأنا ما زلت أقول اليوم هاي فرصة لهذه الفريق إذا كانوا بالفعل يريدون حل فالوقت ينفذ والأيام لم يبقى الكثير. ما يريده الشعب وأبناؤه وأحراره هو أن لا يبقى أي معتقل من معتقل الحراك، وبالمناسبة أيضا من معتقلي التسعينات المساكين اللي كثير منهم تجاوزوا 60 سنة 70 سنة، واللي هما كنتوا طلقتوا المسلحين في الغالب وخليتوا اللي كانوا مناضلين سياسيين. يجب أن لا يبقى أي معتقل مظلوم من قبل وأي معتقل من الحراك في السجن في قبل أن يبدأ رمضان. هذا سيكون مؤشر جيد على أنكم تريدون بالفعل حل البلاد، ويتبع هذا مجموعة من الخطوات التي تكون هدفها في النهاية إنقاذكم من أنفسكم ومن صراعاتكم ومن خصوماتكم ومن جنرال يكسر جنرال وجنرال يسجن جنرال، وفي نفس الوقت يسمح ذلك للشعب الجزائري أن ينهض ببلاده وبوطنه لقيام جزائر حقيقية يسعد فيها الناس في أوطان في فيها ويفرح بها الناس وتفرح بها الأسر، وألا نعيش مثل هذه الظروف ومثل هذه الأوضاع. خلوني فقط بسرعة نعود نقدم للناس مآسي هذه الأيام اللي بالتأكيد كثير هم يعيشوها ويشوفوها، لكن ها المواطنين إلى المطالبة بتسريع الإجراءات بعد مساء ظروف العيش بسبب الحجر الصحي، مما دفعهم إلى التنقل إلى البلديات بأعداد كبيرة وتناسي مسافة الأمان بدافع الحاجة الماسة لها والعينة من بلدية بئر الجير. السيد الرئيس يا حكومتنا، أنا راني مطلقة في 24 عام وعندي 70 عام وبوليداتي وراني في الفوضاوي، والله ما ديت حياة من الحكومة، والله ما ديت قفة، والله ما ديت محنة، والله ما جاونا وحبسوا عيناني في الفوضاوي. هذا جزء كما راكم تشوفوا راهم جوج بشي في اسمهم وفق وراكم تشوفوا يا خالتي سيان طوال ولاية وهران كما راكم تشوفوا راهم جوج بشي في اسمهم وفق وراكم تشوفوا يا خالتي ما كان لا قفة دمير لا كان حتى حاجة ما كان حاجة صحي ما والو ما عطاهم والو الناس ما عندهاش الناس راهي السلام عليكم من اللي بدا الحاجه الصحيح كش ما ديت وقفها عدنا شهر ونص انا ماشي غلط ندير التجمعات كما قال لك احنا ضرينا ما عدناش. هذه حاله جزء من الشعب الجزائري في زمن الكورونا في زمن الوباء ومذله واذلال المليون سنتيم 50 اورو. 50 اورو الشعب الجزائري يكون فيها هاك متى في 2020 شتو وين توصل دولة الحنوشة، وين دولة يغيب عنها الرقابة يغيب عنها العدل يغيب عنها القضاء
المستقل والعادل، يغيب عنها المجتمع الحر. وحتى الآن لما خرجت قرار بائس قبل أيام، قال رفع الحواجز الجمركية والضرائب الجمركية على الهلال الأحمر، الأمور اللي يجيبها الهلال الأحمر والجمعيات المعتمدة. الجمعيات المعتمدة في 90% من الحالات هي جمعيات تاع لصوص. الجمعيات الشعبية راهيش معتمدة في الغالب، لأن يعني ما عندهمش شكون يعطيهم الاعتماد، لأن يعني الاعتماد لازم تمد رشاوي وتمد 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 وتمد. ولأن الحنوشة المخابرات ما يخلوش الجمعيات الحرة الشعبية اللي تساعد بالفعل تعمل بصدق. الحمد لله مش في كل الحالات، لكن في الجزء الأكبر من الحالات. أعود باش نقول لتبون ولمن معاه، هاي جاتكم فرصة. الوباء من جهة، وسقوط بوعزة وجنرالات المقبور قايد صالح من جهة أخرى، بعضهم يعني بعضهم ما زالوا موجودين، ونحن الهدف ما ليس أن يسقطوا جميعا، وإنما أولئك اللي كانوا خاصة يضغطون بشدة على هذا الشعب ويقهرون هذا الشعب. هاي جاتكم فرصة، من أعماق قلبي أجدد أن تغتنموا هذه الفرصة، لأنها قد لا تتكرر لكم مرة أخرى. حينما عمى قايد صالح وراح يعتقد أنه كي دخل سلال ودخل أويحيا ودخل توفيق للحبس أن هذا هو الحل، قلنا له نعم دخولهم للسجن أمر جيد، لكن ليس هذا هو الحل. الدولة المدنية الحقيقية لا يصل فيها لا أويحيا ولا توفيق ولا السعيد ولا طرطاق إلى أي منصب، لأن أصلا تكون كاينة الميكانيزمات والمؤسسات لما تسمحش لكبار المجرمين أن يصبحوا حكام البلاد. أدعوكم وأنصحكم أن تغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان. أما أحرار البلاد فإنهم لن يتوقفوا بإذن الله تحت أي ظرف كان عن حراكهم وعن ثورتهم، إلا حينما يتأكدون من أن الدولة المدنية أصبحت على مرمى حجر، وأن أسسها قد وضعت، وأننا في الطريق إليها، وإلا سنستمر حتى يتحرر هذا الشعب. لأن كي نقولوا الدولة المدنية راهي مش صنم عندنا، الدولة المدنية هي تؤدي إلى حرية الشعب، وتؤدي إلى نهوض الدولة وازدهار البلد، فهي وسيلة لخدمة المجتمع، وليست صنم نقدسه أو نقول هكذاك، وإنما وسيلة نريد أن نصل بها إلى خدمة هذه البلاد. حي الله أحرار البلاد في كل مكان، حي الله إخواننا في الاعتقال أو في السجن أو في الداخل أو في الخارج، كل الذين يحبون هذه البلاد ويريدون لها الخير، وستنهض بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.